بعطيه الاوامر، انزل الارض، انزل ايدك لبرا، بعطيه الاوامر، وجهك لليمين، وجهك لليمين، لليمين، الركبه الدوريه وصلت للعنوان، بدها تكون بعمليه اغلاق تشتيت. ما بعمل ولا بالشكل هذا شتت، لا بدخل واحد واضح شباب، كل اثنين، لا مش كل اثنين، كل احنا مجموعه، احنا بنطلع الركبه اللي صار وين؟ ظهره واحد، انهض 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 انهض، بستلمه لزميلي، بعطيه لزميلي. This is the pilot project. This is Salfeet, is the first one. We are launching this project starting in Salfeet, and then we will distribute it in all the districts. What we are doing today is we create the curricula, we create the basic stuff that we want to teach to the police officers, and now we are reviewing that when they are training. We will update the curricula, we will update the concept of the training itself, and then we will start spreading all over the West Bank. The PCP of 2006 is totally different from the PCP of 2015. It's a modern police service, accountable to its own people, ethically trained, and definitely professionals. إدارة التدريب في العشر سنوات الأخيرة خطت خطوات كبيرة باتجاه المهنية والاحتراف في إدارة البرامج التدريبية، أيضا كذلك على مستوى البنى التحتية في مرفق كلية الشرطة. الآن لدينا مرفق كلية ومركز تدريب يحاكي مراكز تدريبية متطورة. خطونا إلى إنتاج مدربين، أنتجنا خطط استراتيجية وبرامج تدريبية. منظورنا في المستقبل من هون إلى 10 سنوات أن ندير كافة أعمال التدريب بكفاءة على أيدي فلسطينية، مراعين التطور التكنولوجي المستمر في شتى المجالات. امشي لي مع، يعني أول شيء بدخل في الطريق التي لا أعتقد أنا كرجل أي كيما. يلا يلا لا قوم على الطريق الثاني تحت الذان، عندنا جورة هيا هون، هذه المسكة الطبيعية لأي شخص. إذا لما بمسك المسدس بسلم مصلحة الجريمة لفريق مصلحة الجريمة. At the minute, even though the PLO has expressed itself, and I'm in no position to comment on the decision made at this stage, but the security coordination is still ongoing, and the EU at this stage is still of the view that that security coordination should keep ongoing. هذيك هرب مسيطر عليه ايران. على المحطة. عملت الطاقة.